ايه السلام عليكم، شوكم شو اخباركم؟ معكم كمان من قناة تربي توكس. طبعا اليوم المقطع عبارة عن ماينكرافت حب البيض، لكن نحاول نفوز بسكن دبين. طبعا اسف على صوتي لان توني قاعد من النوم، ونبدي مع اول جيم. طبعا اول جيم هو السولو، وهسه طبينا خلينا نختار الكت مالتنا. راح اختار ان انا البيكاكس، طور المصنع، نشتري الدرو والسيف. طبعا هسه انا بعدني قاعد اجمع، انا قررت اهجم على بعيد. نشتري البلوكات، ننطلق لبعيد. هذا البريدج ان شاء الله حنزلكم فيديو كيف تسوونه. شفت عد سيفار؟ لا 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 يرحم امك. لا وين هو قاعد ياكل؟ جولدن ابول، جولدن ابول، محمد دينك عوفني. اي زين كتني ومات زين، يلا جلدناه على الاقل. طبعا اسف على صوت اليد، لان اليد الله اللي يعلم شنو بيها، وهي قاعد تطلع صوت يعني مزعج الصراحه، حتى انا جيت تزعجني. انطلق هسه، خلنا نبني هنا بلوكه، نسوي له بريد ثاني. هذا هو دافك جرين. اوكي دافك جرين، استناه. وين هو؟ والله ما ادري وينه. اوكي اجى دافك جرين، خلينا نجلده شويه. شوف عبالي يبوش لي. نصعد نصعد، هذا وينه؟ انزل لك. لا 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 لا. اوكي خلي جلده بالبيكاكس ما دام هو يعني كل شي ما عنده. بالبيكاكس اجلدك، ابلع. يلا جلدته بالبيكاكس يا جماعة. اوكي ان شاء الله الجيم حديثنا يعني نفوز بيه. لازم نروح هسه شوية للنص، نجمع لنا كم دايموند، نفعل المصنع هناك. يا اخي تركني 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 بحالي رجاء. اي جمعنا 40، هسه جمعنا وحدة اضافية حتى ما احتاج ارتب بعد مرة. خذوها نصيحة يعني شباب، اذا حابين انزل فيديو سكاي وورز اكتبوا لي بالتعليقات. فعلنا تطويرة ثانية، تطويرة ثالثة، فعلنا تطويرة اخيرة يعني نجمع 20 حتى نشتري الدروع الحديد. بس هذا السيف هم الدروع شنو؟ لا عيني لا شنو ليش؟ شو الغش؟ هذا هكذا شكله، بعض ضرب مالته بالبوشلون. وشني شلون صعد؟ شلون صعد؟ لقبعي ها لقبعي لا قاطه. امك زيك امك زيك، يلا روح ابلع نوب. عبالي يجلدني جلدته بسيف صخر، سيف صخر. اوكي نشتري له سيف دايموند، ولا اروح القاع تكسب بيضتين او لا. هو انطرد من القيام، ما عنده بيضة، يستاهل والله. بقى لقبين عنده بيضة. اشتري جولدن ابل، خلينا نجمع شوية. اشتري جولدن ابل شباب، اكو قلش يا اخي مزعج هيك. لما تاكل جولدن ابل اسام، مو كان عندي خمسة، كليت وحدة بلعني الثانية ايش من يمه. ولا بالحة ولا واصل يمه. واو الجولدن ابل المطور عندي اكثر من الجولدن ابل العادية، اول مرة تصير. ان شاء الله المقطع الجاي انزلكم شلون سويت البريدج اللي بداية المقطع اللي رحت بيه على الريد. ترى البريدج ايزي واسرع من البريدج اللي علمتكم اياه باخر مقطع نزل. ما يدري ما يدري طيح لك، طح 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 يا جماعة طح. اكسب بيضتي، اكسب ذني. كتلة كتلة اول بس خلي التضوي يطلع. تعال اجلدك. طبعا صار عندي التأثير مع البيضة، هو حاطه تقدرون تشترونه طبعا كل يوم. ناخذ جولدن ابل وننطلق لهذاك. اوكي خلي اشتري جولدن ابل قبل ما اروح له. يا جماعة باقي ضدي واحد ها، وراح اقدر افوز بالجيم. ضدي واحد بس، طبعا لازم نبني هيك لان مضطر، لان عنده بو. لا 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 كذب بو كذب بو، شلون اوصل له؟ لا انا اصلي بعد ما يم بالبو، هذا ايش سالفتي؟ الا اشتري له بو سهله، اصبر لي ما انفع. اوكي عندي احتياطات.
والله عبالي بعد ما يم. اي والله بعد ما يم طلع. سالتي هو غيري قريت جيب له باور بانش، جيب له سهم. انا واريك باور بانش مش لين ضايع طبعا. والله نزل زين. لا جاي جاي منه انا. طقني طقني ابلع ابلع والله ولا اخلي ابدا اعبر. انا المشكلة حبسني هنا، انا ما اقدر اعبر، خايف طقني يا ما قوي يطلع وانا ما عندي بيضة. يلا وصلت وصلت يا شباب. لا لا طقني طقني طقني. اجلدي اجلدتي يا شباب اجلدتي. كسر الطريقة لي حتى ما يشبد. ابلع يا نوب. فزنا الجيم يا شباب. اوكي هذا كان مقطعنا اليوم، اتمنى عجبكم. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل جديد. ومع السلامة.